في معنا هون كيس فيه صرصورين، واحد منهم بملقط وواحد منهم بدون، بس ما بعرف اذا هدول تابعين لفصيله الصراصير ولا الخنافس. بكل الاحوال خلينا نفتح الكيس نشوف. باخر دوده هوب. اتوقع ان هذا الصرصور جربناه مره، بس هذا ابو ملقط بحياتنا ما جربناه. يمكن هذا طعم من الثاني يعني. اقول يا رجل لا ردها ردها ناكس ردها ردها علي شو معك غزيدة ليه تاخذها من جاي ليه الله يلعن ابليسك يا وصخ ايوه حتى انت بعد ترى نزلت المقطع يا شباب وما اقدر والله هذا الاختيار التطبيق يبغى كذا البدايات هذه لا تقول لي ليمين ولا يشار يارك تقدر تعيد المقطع ولا تسوقها علينا ما شاء الله يا حظكم بالدنيا ما شاء الله 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 ما شاء الله المقطع اللي بعده تيك توك اليوم ما هو على جونا يا شباب الو الو معك سلطان من البنك اضغط على الرابط او افتح اللينك بعد التحية اعطني الهوية وباقي شخصية الحين انا وش استفدت المقطع هذا الحين طلع لي انا وش استفدت ودي افهم انواع التسول الالكتروني خالد فهد بومش مهري يا مهري بومش وردة راكسة والله العظيم انه صادق ان شاء الله في جولة رسمية بيني وبين كريستيانو بعد عيد الاضحى مباشرة تابعوا الاشحادة تابعوني صادق صادق هذا جابها بطريقة صح فعلا هذا اللي قاعدين نشوفه الآن عشاء يوم الجمعة مع قطط الشارع حبيت أدلع قطط الشارع وجبت لهم أفخاذ دجاج طازة الله يجزاك خير تثرتهم لنا ما شاء الله الكريم هم الدجاج جريوا علي زي المجانين جريوا على حمامي والزغليل اللي فوق اللي بدي أكل منهم زي المجانين عز الله نحن أكلنا زغليل طعم أبسس الله يجزاك خير ما شاء الله كريم go هد 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 كله طب ليه فراولة اطلع من سطح المكتب الله أكبر شف لو كانت رسالة بالدين وشي كويس كان أقول أوكي صور يعني الصلاة والأشياء هذه لكن كل شيء امزح به إلا الدين قالت حبيب هذا رجل ولا مرة نور عين الله لا أبلانا الله لا أبلانا أسأل الله أن يحفظنا مما ابتلاهم به يوم عرسك لما تسمع المصورة تقول زوجتك لا تخافين بعدل وجهها بالفوتوشوب استغفر الله الحمد لله احمد ربك خلق الإنسان عظيم يا زياد ولد هاي هالجادة تطلع أنا عشت وليد عمهك أخوي قال بحتفل في تخرجك لأن ما حد عطاك وجه لا يولع بعد يولع الفرقعات والمطرطعات والكبسة والله العظيم والله أنه ما قصر على الأقل احتفل على الأقل يعني على الأقل أعطاك وجه يعني واحد زي هذا والله العظيم إن تحتاجها بحياتك صراحة يعني آيفونات أيوه شحركة جديدة افتحها طاح أها اللي يسلم يأخذ آيفون أخسي شين سلم يا شين آيفون ليه آيفون صديق هاي برو ماكس راح عليك آيفون يا حمار هات كل بلاد عربية والله انك غير تدري والله حط معك 40 مليون آيفون كدر يدهم يحضنونك يسوونك عشيات
يا شينا على اخر عمر تخذيل تايفون يا ريال يا ها اسم الله ما ودي ازلعك ايف ما ودي اعطيك تف انا لا 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 غبش على الحركات البركات اللي طلعت قبل شوي يا شمد يادك قهك خير هوي حي اقوى فتح فمك تاكم اثنين الحين ذوانا اليوم معكم لكم ايفونين طبعا يا شباب تحدي معرفة اللاعب ايه حلو انت متى ما شاء الله هذا عمري شفته ما شاء الله كريم ايوه طبعا اللي قبل شوي سمر معروف ما شاء الله بيبي بيبي اللي هو اهم شيء وصلتكم اهم شيء انك سويت مقطع ونزلت هذا اهم شيء الله يسعدك ويحفظك مع السلامه ما حدش نفعني قفلت الدكان انا هطلع وتدادك برش جرو اوه تظللت حتي وش بكيك وش ينتابني شيء ما يعلم به الا الله يجعلني اصد وجهي وش بكيك ينتابني شيء ما يعلم به الا الله استغفر الله وتوب اليه الله يشفيه اسال الله انه يشفيه اسال الله انه يشفيه فولتر الشيبسي الزكي اي والله انت خليت على الشيبسي الزكي لانه احسن من اللي قباني يطلع لي صليب ونجمه ذي سناب شو اسمه حامي ما عندي محامي شباب يعني خليت على البطاط خلوكم على البطاط والطعام تراها احسن يا اهل السعوديه انتم محظوظين عشان ساكنه عندكم أهضم سورية حنا محظوظين عشان هي ساكنة عندنا هي اللي محظوظة ثاني حاجة خذوها التذاكر علي يلعب هذا شلونه بنيابة كشر علي زوجتي مستقبلية ورب الكعبة قاعد أجمع مارك بذم وضمير عاد يا بختها اللي تأخذ يا بعد قلبي والله يبسط الله يرزق بس زوجها الصالحة أسأل الله أنه يرزق بيه مر علمني السيارة هو انتاق ما شاء الله كلها 10 سنين بهالسيارة تجمع هنجال ترى عندي مصفات مجانية عن الشمس وحرارة الله يعافيكم ساعدونا بسرعة يلا دون نجيك نساعد كسب دورة المياه وجهي A few moments later. لاحين موجود انت لاحين بالريسبشن اسف يا الطيب لا ما فادوك الشباب الزملاء ما فادوك ايش دكتور بسرعه ايش اسمه اسم علي بسرعه ضروري راسه مفقوش من امس عاشت العساني والله العظيم من هذا اللي صاير والله والله كم عمره عمره 20 الله يحفظك يا رجل عاجه وعقبه نشده عن عمره لين هذه يا رجل عليك بسرعه الامر كله يا رجل يقهر والله يقهر وشو يقهر ممكن رقم جواله؟ ما اعرف رقم جواله الله يعافيك الله يخليك ضروري رقم الجوال عزر اضغطه تحت خلنا نشوف رقم جوال الزر الثاني يا جماعة هذا أغلى شوكولا مو بالعالم كله هذا الصحن بس 1226 دولار طيب تعالوا أنا أسوي لكم عربود 600 ألف ريال بس كذا عربود ما تعرفون عربود هذه أكلة من العصور اللي قبل وسطى بشوي يعني شقلاطة أراها عندي بثلاث ريال أختارها تحت بالبقالة اللي تحت يعني ثلاث ريال خالطينها مع زبادي ولبن انياك البزارين اول ما ندخل الشارع يا خمسين الشارع كلها مي الشارع الباب رايح شارع مي حفاضة على الطاولة غادر الله يكرم ما عندنا عيال جوسات ماش انقرأ انقرأ ما في
ما سمعت الساعة 12 يلا اسمع مين سمع طيب خليها شيء غادي يجيب لك غرضان نص هالليل عين هذه يعني انت منصدمه الحين يا رنتي ابلى منها الحين انت طيب ما هي راح ما شاء الله تكسب الدنيا اكثر منك احنا بدنا نصير هلا يا رجل توكل على الله بس هذا ما هو عندنا ما فيه والله ما تلقاها عندنا ما تقار اللي صار متك الصبح ويجعد كلا مزرعة ولا لخمك إلى ما يطلع مع فهمك كلنا كذا كذا هو تخيل هذا أبو بابا ما شاء الله معقولة تزبط كذا هذا هدي يسويها زفر جاب بقالة كلها واشترى عامل واشترى كل شيء بالبقالة ما شاء الله من هو لهذا كله كسر هذا المقص من الثلاجة لا قص يختلف يعني في قص حار وقص بارد يا شباب ما شاء الله عبان يعني شوف ما شاء الله هذا اللي ما ينسى أخويا زبط لأخويا آيس كريم وحركات بركات حليب يا الله يا رجل خلاص حطها بالثلاجة شفنا مقطع اللي قبل هذا خلاص درينا السالفة ما في كذا احنا ما نسوي كذا احنا نجيب هذا قصها اللون ونحطها بالثلاجة ويجيك يدخل عليك عبد الاله ابو سن وجهه زعيد نوم ويسألك فاتورته كهرب سديتها ولا لا بس هذا اللي هنا وبعدين كل ايس كريم اتكلمتك على الله وعلمنا بطعامها بس هذا ما نبغاه هذا خد 24 ساعة ايوه طيب اختصر علينا لا لا يا ويلي حقين البارتات يبل شوفوني انا والله ما اشوف والله والله ما اشوف والله ما اشوف والله ما اشوف الجزء الثاني لا لا الا طايحه من الشجره هذه تقشرها ما شاء الله ورد ابيض وكل شيء الديكور هذا سبحان الله يعجبني انا الديكورات اللي زي كذا بس ودك تحط يعني نخل ما ادري ليه انا جوي كذا بالغرف Excuse me, أنا اسمي يارا. ما دروا شحارة. الله ما تطلعين بال. ويعني تكملت قصيدة. وبدأنا بالكلام اللي ليه يعني تشوفونه عادي أنتم والله وشو؟ يا ريدي. لماذا؟ خلنا نشوف هذا سمك في الماء الدجاج يطيح في الصحن اسف على السماجة شوف كبا عسل تنظيف صعب تنظيف صعب